معركة اليرموك. شاهد البطل المغوار والصحابي الجليل عكرمة بن أبي الحكم تقهقر قلب الجيش الإسلامي وفرار عدد من جند الإسلام، فشكل أول كتيبة فدائية في التاريخ، وصاح بأعلى صوته وهو في ميدان الوغى، قال: قاتلت رسول الله بكل موطن وأفر اليوم، من يبايعني الموت؟ فلبى نداءه 400 مجاهد، وتم تشكيل كتيبة الموت بسرعة كبيرة، وبدأت حرب استنزاف في قلب الجيش الإسلامي، وصدت كتيبة الموت الهجوم الكبير، وقتل حصان عكرمة من كثرة السهام، ووثب عن فرسه كالأسد وكسر غمد سيفه، وتقدم إلى الموت وكتيبته إلى أن وجه الرومان سهامهم بكثافة على عكرمة، فوقع شهيدا، وارتقت روحه وروح 400 فارس ومنهم عمرو بن عكرمة إلى السماء. لكن بعد أن صدوا الهجوم وأعادوا الأمور إلى نصابها، ورجحت كفة القلب الجيش الإسلامي. على الجناح الأيمن لجيش المسلمين كانت الأمور أصعب بكثير، فهذا الجناح يعاني من بداية الحرب من هجوم لا ينتهي وكاد أن ينكسر، فما كان من قائد قوات التدخل السريع إلا أن قام بهجوم عنيف ومضاد ومفاجئ على ميسرة جيش الروم المقابل ليمين الجيش الإسلامي، واستطاع اختراق جيش الروم وقسم نصف خيالته، وعين الأسد عاري الصدر ضرار بن الأزور قائدا، وأمرهم أن يلتفوا من وراء ميسرة جيش الروم، ودارت حرب ضروس وقودها الحديد والنار، واستطاع خالد وقوات التدخل السريع من قلب الموازين إلى أن تقهقر جيش الروم إلى الخلف، وعاد عمرو بن العاص سيطرته على الأراضي التي خسرها. في هذا اليوم الصعب كانت أيضا ميسرة الجيش الإسلامي تعاني من ضغط شديد، فأمر خالد كتيبة الخيال الاحتياطية الدخول إلى الحرب ومساندة ميسرة الجيش الإسلامي، وهكذا استمر القتال مستعرا على كل الجبهات، وهكذا كان خالد وخيالته بمجرد أن تصل الرسالة من قيادة الجيوش الإسلامية عن أي تقهقر يقدم المساندة الفورية، إلى أن اقتربت شمس هذا اليوم من المغيب. وقبل أن تعلن الشمس مغيبها شن خالد هجوما سريعا وقويا وصادما ومفاجئا على ميسرة الجيش الروماني، وكبدهم خسائر كثيرة، وأمر ذرار بهجوم مماثل على قلب الجيش الرومي، وألحق بهذين الهجومين خسائر كبيرة في صفوف الخيال الروماني. وانتهى اليوم الرابع الذي كان الأقوى والأشرس والأصعب على الجيش الإسلامي، لكن براعة وحنكة القائد العظيم خالد بن الوليد وكذلك الصمود التاريخي والأسطوري للقادة والجنود كان سببا رئيسيا في أن يكون هذا اليوم ومع نهايته لصالح المسلمين. صمود أسطوري عز نظيره ضد هذه الإمبراطورية العظمى، صمود أبهر العالم وكتاب التاريخ، صمود جعل من الغرب تصنيف هذه المعركة كأهم معركة في التاريخ الإنساني منذ أن وجدت الأرض ومن عليها، صمود أبطال في ميادين الوغى كان له ما بعده من انتصارات عظيمة دامت لقرون. في الليل لم يذهب القادة إلى مخادعهم ولم يخلدوا إلى النوم، بل إن أبو عبيدة وخالد وعمر وباقي الجنرالات الكبار قادة الجيوش كانوا يتجولون بين صفوف الجند الأبطال يحثونهم على الصبر، وكانت النساء العابدات المجاهدات يقدمن الطعام ويعالجن المرضى ويرفعن من معنويات الجند على الصمود والاستبسال بالقتال وطلب الشهادة. في اليوم الخامس كان التعب واضحا جدا على الفريقين، واصطفت الجيوش، وخرج من بين جند الروم رسول لمهان وراح إلى أبي عبيدة وطلب منه عقد هدنة تدوم لأيام، واجتمع مجلس الحرب فورا، وكان عدد من الجنرالات المسلمين يؤيدون عقد هدنة ومنهم أبو عبيدة، لكن خالدا بن الوليد قال إن الأمر بدأ ينقلب لنا وما طلب الروم الهدنة إلا لأننا أصحاب بأس، واستطاع إقناع مجلس الحرب عدم قبول الهدنة.
لم يهجم الروم في هذا اليوم رغم أنهم كانوا على أهبة الاستعداد، واستغل خالد بن الوليد ذلك وأعاد ترتيب الجيوش الإسلامية وجمع كل الخيال الذين مع الألوية وكتائب الاحتياط من الخيالة وكذلك الحرس المتحرك، وشكل جيشا فقط من الخيول وعليها فرسان صناديد بلغ عددهم 8000 فارس. وانتهى اليوم الخامس بدون أي قتال. تنفس صبح اليوم السادس من معركة اليرموك، وكان خالدا وقادة الجيوش الإسلامية قد أعدوا خططا لحسم هذا اليوم. منذ اليوم الأول من اندلاع الحرب كان المسلمون يقفون بموقف المدافع والجيوش الرومانية هي من تهجم، لكن خالدا هذه المرة قرر أن يتقدم بجيش الخيالة البالغ عددهم 8000 فارس على ميسرة الجيش الروماني، وكان هجوما عنيفا جدا. فقرر ماهان جمع كل الخيالة من الجيش الروماني والبالغ عددهم 40000 خيال، وذلك لصد هجوم خالد وجيشه، وهذا بالتحديد ما كان يريد خالد، وهو سحب خيالة الروم من الجيوش الرومانية لأنها تحدث الفرق دائما، وأراد للمشاة بين الجيشين الالتحام لأن قدرة الفرد المسلم من المشاة أكبر من قدرة الجند الروماني. على الفور وبعد انسحاب الخيال الرومان من الألوية هجمت الجيوش الإسلامية على كل جبهات القتال والتحموا بشكل قوي ودموي. وفي الأثناء وما أن وصلت الخيال الرومان إلى ميسرة الجيش الروماني كان خالد بن الوليد وجنده قد ألحقوا خسائر كبيرة جدا، وأدى ذلك إلى تراجع وتقهقر كبير في جيش قناطير على ميسرة الجيش. وما أن وصلت الخيال الرومان وقبل تنظيم صفوفهم شن خالد وجنده هجوما عنيفا عليهم أدى إلى تراجعهم إلى خلف الجيوش الرومانية، واستمر هجوم خالد بعنف شديد إلى أن هرب الجيش الروماني في الميسرة. وبهذا حقق خالد النصر الأول وهو انكسار ميسرة الجيش الروم، واستمر الهجوم الإسلامي على كل الجبهات واستعرت الحرب. وبعد انكسار ميسرة الجيش الروم شد خالد وجنده من الخيالة الهجوم على قلب الجيش الرومي، وبعث بضرار على 500 خيال على منحدر وادي اليرموك. وشاهد خالد في الأثناء تجمع خيالة الروم خلف جيوش الرومان لعمل هجوم معاكس على قلب جيش المسلمين، إلا أن خيالة المسلمين لم يمهلوهم وهجم خالد عليهم بشكل عنيف جدا قبل أن يلتقطوا أنفاسهم. وكانت الخيل الرومية تلبس الحديد كالفرسان، وهذا يقلل من حركتها وسرعتها، فاستغل خالد هذا البطء وأحدث فرقا كبيرا. مع اشتداد الضربات من كل الاتجاهات وعندما انتهى خالد من أمر الخيالة هجم على قلب الجيش الرومي من الخلف، وكان أبو عبيدة ويزيد من الأمام يخوضون معارك ضارية مع جيش الروم الذي صمد بطريقة مرعبة، لكنه بسبب الخطط العسكرية المحكمة التي وضعها خالد كان الصمود لفترة قصيرة. وجد ماهان أن الحرب قد ألقت بكل أسرارها وأن الغلبة للمسلمين لا محال، ففر مع عدد كبير من جيشه من ميدان المعركة إلى طريق دمشق، وباقي الجيوش تراجعت إلى الغرب. ولم يعترض خالد وخيالته هذا الهروب لأنه صد كل الاتجاهات عليهم، فلم يكن أمامهم إلا التراجع إلى الغرب كما أراد خالد، لأن هناك يوجد منحدر ولا يستطيع الجيش بكامله الدخول إلى المنحدر. فوجدوا أمامهم على الطريق عاري الصدر ضرار بن الأزورة ومجموعته، وبهذا أحكم خالد الكماشة على جيش الروم بالكامل. وبعد عصر اليوم السادس من هذه الحرب أمر خالد ضرار بفتح طريق على المنحدر ليفر الرومان منها. وما أن انتهى اليوم السادس إلا ولاحت بشائر النصر العظيم، وقد قتل في هذه المعركة من الرومان ما يقارب 90000 مقاتل، ومن المسلمين قتل 4000 مجاهد فقط. في الليل المسلمون يرفعون أكفهم بالدعاء والشكر إلى الله على هذا النصر المؤزر، والفرحة تملأ المعسكرات الإسلامية. كان الجميع يبحث عن خالد بن الوليد ليهنئه بهذا النصر التاريخي، إلا أنهم لم يجدوه، حيث أخذ خيالته وأغار على ماهان وجنده قبل أن يصل إلى دمشق. ودارت معركة كبيرة، واستطاع أحد المجاهدين من فصل رأس ماهان عن جسده، وعاد خالد وجنده في ظهر اليوم التالي من الانتصار العظيم. نعم يا سادة، إنه سيف الله المسلول، إنه العظيم خالد بن الوليد، إنهم جند الإسلام، إنهم الصحابة الأبرار، إنها اليرموك التي تقع في أقصى شمال الأردن الآن، اليرموك التي تحتضن قبور المجاهدين العابدين الركع السجود،
إنها اليرموك التي شهدت أعظم وأكبر معركة عرفتها البشرية. إنه أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، إنه عمر بن العاص، إنه يزيد بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة وهاشم بن أبي عتبة بن أبي وقاص، إنه الأسد عاري الصدر ضرار بن الأزور، إنه المجاهد البطل عكرمة صاحب كتيبة الموت، إنهن خولة بنت الأزور وأم حكيم وهند بنت عتبة، كلهم كانوا هنا أو استشهدوا هنا أو مروا من هنا. إنهم كتبوا التاريخ بخيوط من نور وأحرف من ذهب. إنهم أبطال معركة اليرموك. قال خالد كلمات أغلى من ماء الذهب وهو واقف على اليرموك بعد هذا النصر العظيم. قال: لا زال المسلمون يعبرون اليرموك إلى آخر الزمان ويقولون: هنا يرقد عكرمة بن هشام، وهنا يرقد عياش بن ربيعة وسلمة بن هشام، هنا يرقد أصحاب رسول الله. كم منا يعرف اليرموك بهذه الطريقة؟ كم منا يعرف هؤلاء الأبطال؟ لماذا لا نعرف عن هؤلاء الخالدين؟ لماذا يريدون أن يزرعوا الانهزامية في قلوبنا؟ يا خالد بن الوليد، يا سيف الله، يا أبا سليمان، نحن لازلنا نعبر اليرموك لكننا لا ندري عن بطولاتكم، وكثيرا منا لا يعرف أن مراقد الأبطال هنا. يا سيدي، لازلنا نعبر اليرموك ولا ندري أن بياريقكم وأعلامكم وسيوفكم وكل تلك العظمة والمهابة كانت هنا، بل مرت من هنا، بل استوطنوا هنا في اليرموك على أرض الأردن الخالدة.